في البداية أخذوني على محل ما بعرفه وين. بعد فترة سألت المساجين، عرفت حالي أنه أنا بدير شميل. ضليت فترة هنيك وبعدين حولونا على المطار العسكري، مطار حماة. طبعا جرمي الوحيد أنه بس أنه أنا من إدلب وعندي أخواتي مشاقين كلياتهم يعني. مطار حماة عبارة عن مسلخ بشري يعني، في آلاف المعتقلين، كنا تقريبا شيء 1500 معتقل بهذا المكان. يعني كل يوم كان يموت عندنا 25 أو 30 معتقل من المرض من الجوع، كانوا مصنفيننا إرهاب يعني، فما بيخلونا بسجن واحد فترة طويلة يعني مشان إنه ما نعمل تكتل أو نعمل شيء أو هيك. حضرت 35 جلسة تقريبا بمحكمة الإرهاب الجنايات الثانية عند قاضي بتذكر كنيته خان كان. حكمني بعد 35 جلسة إعدام قابل للطعن. كنت موكل الفريق محامين يعني، طعنوا لي بالحكم. دفعت تقريبا أكثر من 35,000 دولار لحتى قبلت المحكمة الطعن، لأنه عصابي هن عصابي يعني، كل واحد بده مبلغ له حتى يقبل الطعن. والحمد لله يعني الله اكرمنا انه طلعنا. اليوم انا بعيش بعفرين، بشتغل بمكتبي يعني، نطبع على الطلاب كتب، مستلزمات قرطاسيه هيك شغلات، وعايش انا واسرتي بعفرين والحمد لله رب العالمين.